بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تواصلاً مع الحلقة السابقة، الكلام على قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. قد بينا في الحلقة السابقة مقالتهم التي قالوها في محمد صلى الله عليه وسلم، مقالة اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وشهادتهم لمشركي قريش أنهم أهدى سبيلا من محمد عليه الصلاة والسلام. يقولون للذين كفروا وهم كفار قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أن سبيل الكفار أهدى من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن سبيل الكفار عبادة الأصنام، الشرك بالله عز وجل وأمور الجاهلية، وسبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة الأصنام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما فيه خير وصلاح للأمة. ولكنهم حملهم الحسد والعداوة أن يشهدوا هذه الشهادة الباطلة، وهم يعلمون أن الصواب هو العكس، وأن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهدى من سبيل الكفار، ولكنهم قلبوا الحقائق وغيروا الموازين لأجل تحقيق مطامعهم، ولذلك عاقبهم الله عز وجل أشد العقوبة. قال: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته جزاء لهم وعقوبة لهم على قولتهم الشنيعة. أهدى من الذين آمنوا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من يطرد الله جل وعلا من رحمته فلن تجد له من ينصره ويعينه، بل إن الله سبحانه وتعالى يخذله ويهينه ويقطع عنه أسباب النصر في الدنيا والآخرة. وهذه قاعدة في كل من لعنه الله، في كل عالم لا يعمل بعلمه، وكل شاهد بالباطل، أن هذه عقوبته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هل هم يشاركون الله عز وجل في ملكه وعطائه حتى إنهم يمنعون الخير عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته؟ ليس لهم نصيب من الملك، بل الملك لله وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع. وأما هم فإنهم فقراء إلى الله عز وجل. ولو كان لهم شيء من الملك لبخلوا
لو الله جل وعلا له الملك كله وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأما هم فلو كان لهم نصيب من الملك لبخلوا ومنعوا، لأن هذه طبيعة اليهود البخل، كما قال جل وعلا: غلت أيديهم. قال سبحانه وتعالى في حقهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أشد الناس بخلا وعداوة لأهل الإيمان في كل زمان ومكان. والنقير هو أقل شيء، وهو النقرة التي تكون في قفا النواة، وهي أحقر شيء وأقل شيء. فلو أن لهم نصيب من الملك ما أعطوا الناس أقل شيء، ذلك لبخلهم وشحهم والعياذ بالله. والبخل صفة ذميمة، وهو من صفات اليهود. ثم قال جل وعلا: أم يحسدون الناس، أم بمعنى بل، أي بل يحسدون الناس، والمراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته، وقيل المراد بالناس محمد خاصة، قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا لا يؤتون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا حجر عليه في ذلك، وله الحكمة البالغة عز وجل، فهو يضع الأمور في مواضعها ويعطي من يستحق العطاء ويمنع من يستحق المنع. وقد أعطى محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة لأنه يستحقها وأهل لها، وإن كان اليهود يريدون أن يحجروا على الله عز وجل فضله فلا يعطي العرب منها شيئا، لأن اليهود يرون أنهم هم شعب الله المختار، وأن ما سواهم من البشرية لا قيمة له. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.